يلا نبدأ في القصة. إذا فتاة تقول في عمر 26 سنة، حكايتي صارت في 2017. أنا كي تولدت شغل تولدت بإعاقة في رجلي، وصغري فات كامل في المستشفيات وعمليات، وشهر بعد شهر كنترول عند طبيب، حتى الحق في عمري 5 سنين تما وين بديت نشوف الدنيا. والديا كانوا دايما واقفين معايا ربي يسترهم ومسانديني. دخلت نقرا والحمد لله، فاتت مرحلة ابتدائي تنقلت المتوسطة قريت، بصح بعدها حبست القراية لأسباب صحية. من موراها قعدت في الدار، كنت نفوت وقتي غير مع التلفزيون ومسلسلات كأي مراهقة قاعدة في الدار. من بعدها دخلت للتكوين تعلمت وكملت، من بعدها شريت تليفون، بعدها فتحت فيسبوك وكنت قليل يعني وين نستعمله. حتى جا النهار اللي فتحت لقيت واحد بعث لي طالب صداقة، أنا قبل طالب صداقة. من بعد دخلت البروفيل تاعو نلقاه حاط صورة تاع يماه وكاتب ربي يرحمك يا غالية. دخلت علقت له على التصويرة هذيك، من بعد هو بعث لي رسالة في ميسنجر وتعرفنا على بعض. هو اسمه عمر من جيجل وكان يخدم في قهوة تاعهم. الفترة الأولى ما كناش نحكو دايما غير خطرة، من بعدها شغل ولا ساعة على ساعة يبعث لي يحكي معايا يسقسي عليا. في المدة هذه تقربنا لبعضنا، وقتها كان الصيف وأنا رحت لولاية أخرى باش نصيف، ولينا نحكو كل يوم وخاصة في التليفون، وكان هو أول حب في حياتي. حتى ارتبطنا أنا وهو ولينا نحبو بعضنا. كان يقول لي لعزيزة طول بأي حاجة نديرها لك، يقول لي كون جات بيدي نعطيك رجليا في زوج، وكان دايما يقول لي جامي تحطي في بالك نسمح فيك. وأنا صراحة كنت نغير عليه لأبعد الحدود، كي يحط صورة تاعو ولا كاش منشور ونشوف كاش طفلة دارت له جام ولا علقت، حرب تنوض بيناتنا. المهم فاتوا 6 شهور الأولين من أروع الشهور في حياتي، حتى واحد الفترة دخلت طفلة في حياتنا أنا وياه واسمها ريماس، والطفلة هذه قالي عليها باللي صديقة تاع أختو. كنت دايما نشوفها تعلق له على الصور تاوعو ودير له قلوبة، وأنا ما نوصف لكمش كيفاش كنت نغلي من الداخل. وكنا دايما شغل نضربو على هذه، وكان يحكي لي عليها بلي إنسانة متجلبيبة، ودايما يقول لي راهي كأختي، وأنا بحكم دايرة فيه ثقة ونحبه كنت نأمنه ونقول له لا لا معليش، نقول بلي لا لا عمر يحبني وما يخدعنيش. فاتوا ليامات عادي فترة هذيك، وباباه بنى لهم دار هو وخاوته كل واحد طابق تاعه، وكان دايما يصور لي الدار ويقول لي هذه دارنا وانتي اللي تخيري كيفاش نخدمها لك، وأنا كنت طايرة من الفرحة. المهم كنا كيما اي كوبل، ساعة نضربو وساعة متحبين. بعدها هو تبدل عليا كامل بحكم هو يخدم في قهوة تاعهم، بدا يقول لي راني خدام ومانيش قاعد ولينا نحكو قليل، وقلت معليش نحسن عونو. حتى لمروحي قلت معليش نصبر عليه. المهم فاتوا ليامات عادي، واحد النهار كنت بيتها في دار جدي وفي الليل سيت عيط له ولقيته يحكي. من بعد عاود لي وبدا يبرر لي ويحلف، قال لي راني كنت غير نحكي مع واحد صاحبي عسكري راهو خالو مات وانا خبرته، وانا كي شغل كي العاده صدقته وقلت معليش. واحد النهار نتصبع عيط له تليفونه طافي، زدت شويه عيطت لقيتو طافي، بقى تليفونه طافي حتى بعد الظهر. فتح تليفونه وعيط لي قال لي سكتي برك راني كنت عند لابوليس، انا تخلعت. قلت له علاش خير الخير واش صرا؟ قال لي راه فيسبوكي بيراطه لي واحد السيد، والسيد هذا راه يبعث للناس ويديرونجي فيهم حتى شكاو بيا. قال لي انا راني رايح نبلوكي فيسبوكي هذا ونعاود نفتح فيسبوك اخر. قال لي حتى انتي نحي فيسبوك تاعك وانا نفتح لك فيسبوك جديد. قال لي هكا نتفاداو المشاكل. وهو كان المدة هذه يحكي مع هذه كريماس وانا الاخبر، وهي اللي كانت ضغط عليه باش يخير بيني ولا بينها، وهو ما لقاش حل من غير هذه الكذبة اللي هي شغل زعما نغلق الفيسبوك وهو يغلق الفيسبوك ونبدلو كلش. المهم قلت له انا اوكي ماشي مشكل، يعني انا كنت دايرة النية معاه. وكيما كان الحال فتحنا فيسبوكات جدد ولينا نحكو عادي. حتى جا نهار قال لي راني راح نهضر مع بابا خاوتي نقولهم بلي راني حاب نخطبك. انا فرحت وفي نفس الوقت كنت حاسه بلي ما راحش يقبلوا، وكيما توقعت. بعدها جا قال لي راح نخبرك الصراحه راهم دارنا ماشي قابلين، وخاصه بابا رفض رفض تام، وقال لي شغل انت حاب تضحك عليا، الناس ونسى خاوتك يقولوا راه متزوج وحده شغل معاقه، غير نساها ونسى باش تخطبها، انا متزوج وليدي الوحده معاقه هكا قال. وانا قلبي تقطع من الشي اللي قاله لي وخاطتني روحي. من بعد هو قال لي صح درنا ما قبلوش، بصح انا ما نسمحش فيك.
وراح نبقى معاك وعد مني. وقال لي خلي تفوت فترة هادي يهدى بابا ونزيد نجبد له على الخطبة. قلت له معليش ربي ورحمته. زادوا فاتوا يامات وفي نهار من نهارات عيط لي مغرب وكان يبكي ويمثل انه يبكي وقال لي ماشي حاب شغل يربطني معاه وسمحي لي وراني عاود حكيت مع بابا وقال لي بلي انسى باش تتزوج بيها ونسى باش دخلها اصلا للدار. قلت له وش هاد الهضرة، انت وعدتني ما تخلينيش، كيفاش رجعت في كلامك؟ وبقيت اللون فيه حتى قال لي صاين ساين ساين ما صرا والو وتراضينا وكوبينا المكالمة. غدوة صباح فطنت عيط له تليفونه طافي، زدت عيط له تاني طافي، بقيت غير نسيستي. بعدها دخلت الفيسبوك تاعو ولقيت باللي شغل بقيت نحوس شكون اللي داير جام على الصورة تاعو، ونلقى لالا ريماس اللي على اساس راها صديقة اختو نلقاها معلقت له بالقلوب وهو رد لها وعجبو الحال. زدت دخلت الفيسبوك تاعها ويا ريتني ما دخلتش، تمنيت له كان ربي عماني وما شفتش هذاك الشيء. نلقاها مشاركة معاه تصاور وكتبت له كلام حب وشعر وهو ما نحكي لكمش الدنيا ماشي رفداته، نشوفه ماشي مأمنة كيفاش غدرني وعلاش ما كنتش مقصرة معاه في حتى حاجة، وفي الاخير غدرني كون قالي بلي خلاصت علاقتنا كانت تجيني عادي شغل ضربة خفيفة. صح يا خوتي على الغدرة صعيبة صعيبة بزاف. بعدها دخلت في حالة اكتئاب كبيرة وما كنتش قادرة ننساه، وساعات ندخل الفيسبوك ونزيد نشوفهم كيفاش متحابين مع بعض وانا قلبي تقطع. وش اقولكم، شهورة فاتوا عليا جحيم.